بعد موتروني انتهى كل الفريق. وهسه انه انتهى كل شيء. حياتكم ساعدوني، اخوي انخطف. بقدرش اساعدك، فيش فرقة. حتى لو انه اللي خطف اخوي هو اللي قتل صاحبكم. فكرت بالموضوع، وين تنبدا تدور على فرقة؟ بس انت وعدتني انك رح تبطل هذا الشغل. بدي اجري بدور عليك. صارت معي مشكلة جدية. شو بدك؟ بعد أنت بظن جاي. تعرف انكم مش رايحين تزبط يعني معكم شيء، مش رايحين تنقذوا الولد. ايوه هسه بلش الحكي. راح اوديك على جهنم عشان يخلص عليك هناك. نسيت اقول لك نصيحة لك، تأمنش لحدا.